بعد أشهر من خلاف الجزائر وفرنسا، يزور وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون الجزائر، ومن المرتقب أن يلتقي كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان لعمامرة في محاولة لتقييم وإصلاح العلاقة بين البلدين وفق وزارة الخارجية الفرنسية. وتعد الزيارة أول رحلة يقوم بها رئيس الدبلوماسية الفرنسية بعد أزمة البلدين التي أثارها ماكرون حول الجزائر. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل الشرق عبد الباسط توكالي. مساء الخير عبد الباسط. هناك يعني مراقبون يصفون هذه الزيارة على أنها علامة على تحسن العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد شهرين من الخلاف. ماذا يمكن أن تضيف لنا عن زيارة لودريون للجزائر؟ نعم معتز، بالفعل وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون سيحل اليوم الأربعاء في الجزائر، وهي الزيارة التي سيلتقي بها فيها مع وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة وكذلك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإحياء العلاقات بين البلدين، لا سيما وأن هذه هي الزيارة الأولى عقب تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون التي شكك فيها بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، وهي التصريحات التي تركت الرئاسة الجزائرية تستدعي سفيرها في باريس وتقوم بغلق الأجواء الجزائرية أو أجواء الجوية على الطائرات العسكرية المتجهة إلى منطقة الساحل. هذه الزيارة تأتي عقب التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقاء له مع وسائل إعلام محلية، قال إن العلاقات بين فرنسا والجزائر يجب أن تعود لكن وفق شروط، وهي الند بالند، ويجب أن تتغير بعض المعاملات من الجانب الفرنسي على الجزائر، وأيضا رحب بأي علاقة تجارية واقتصادية مع فرنسا بشرط أن لا تفكر فرنسا أنها تضع الجزائر تحت جناحها لحمايتها، لأن الجزائر ليست بحاجة لها، هكذا قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كما قلت في آخر لقاء له مع وسائل إعلام محلية. أيضا وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون الذي يقوم بزيارة اليوم إلى الجزائر كان صرح في وقت سابق وقال إننا نهدف إلى شراكة طموحة مع الجزائر، قال إنه أحيانا تحدث بعض الخلافات التي تتعلق بجروح الذاكرة لكن علينا يجب علينا أن نتجاوزها لاستعادة الثقة، وأيضا قال إن هذه الخلافات لن تؤثر على مصالح العلاقات بين البلدين. إذن سنتابع شهرين أو أكثر تقريبا من تصريحات الرئيس. لا. سنتابع ماذا ستسفر عنه الزيارة، وبكل تأكيد فريق الشرق في الجزائر سيتابع معنا هذا الملف. شكرا جزيلا لمراسل الشرق من الجزائر عبد الباسط توكالي.